مرحبا بك في برنامج قيود. في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية عمل القيود السهلة من خلال الذهاب لقسم المحاسبة ثم قيود سهلة والضغط على علامة زائد. ستظهر لك أنواع القيود السهلة وسيطلب منك النظام اختيار نوع القيد المراد إدخاله. تحركات الأموال: أولاً قم باختيار حساب البنك الذي نقصت منه الأموال. ثانياً قم باختيار الحساب الذي زادت فيه الأموال. ثالثاً حدد قيمة التحويل بالإضافة لتاريخ ووصف العملية، ويمكنك إرفاق أي ملفات تخص القيد. إضافة رأس المال: أولاً حدد حساب رأس المال الذي ارتفع، وقد يكون حساب رأس مال عام أو حساب رأس مال خاص بكل شريك. ثانياً حدد نوع الزيادة التي قمت بها، هل هي زيادة في حساب البنك أو النقدية أو أحد الأصول الثابتة. ثالثاً قم بتحديد قيمة رأس المال والتاريخ والوصف وأي ملفات تود إرفاقها تخص القيد. إهلاك أصل ثابت: أولاً حدد نوع الأصل الذي تريد إهلاكه، وقم باختيار حساب الإهلاك الخاص بالأصل. ثانياً أدخل قيمة مصروف الإهلاك لهذه السنة حسب طريقة الإهلاك المتبعة في المنشأة. سحب المالك: أولاً حدد نوع السحب الذي قام به المالك، سواء كان سحب مالي أو عين. ثانياً حدد حساب المالك الذي قام بالسحب، وقد يكون هناك أكثر من مالك ولكل واحد منهم حساب منفصل عن الآخر. ثالثاً أدخل قيمة المبلغ المسحوب والتاريخ والوصف بالإضافة للمرفقات التي قد تكون إيصال أو حوالة أو فاتورة. توزيع الأرباح: أولاً يتم تحديد الحساب الذي توزع منه الأرباح، وهو حساب الأرباح العاملة المحدد مسبقاً من قبل النظام. ثانياً حدد الحساب الذي تود أن توزع له الأرباح، وقد يكون حساب رأس المال أو حساب لأحد الشركاء. ثالثاً حدد قيمة الأرباح الموزعة وتاريخ التوزيع بالإضافة للوصف والمرفقات. محاسبة الرواتب: في حال كنت ستنشئ قيد استحقاق، تقوم باختيار أن الرواتب لن تدفع الآن وتحدد حساب التكلفة وهو الرواتب. بالنسبة لقيمة الرواتب المدفوعة، قد تكون لكل موظف على حدة أو إجمالي رواتب الموظفين. أخيراً حدد تاريخ الاستحقاق وأي مرفقات تخص القيد مثل مسير الرواتب. عندما يحين وقت دفع الرواتب، تقوم بإنشاء قيد سهل جديد وتختار أنه تم احتساب التكلفة من قبل، وهو قيد الاستحقاق الذي قمت بإنشاءه مسبقاً. أخيراً تحدد تاريخ الدفع والوصف والمرفقات قد تكون ملخص حوالات الرواتب. عند عدم اختيار أي خيار من الخيارات السابقة، ستتمكن من إنشاء كلا القيدين مرة واحدة، حيث يكون الاستحقاق والدفع في نفس التاريخ.